ردا على استخدام ميليشيا اسد الطائفيه لحشودات وتعزيزات عسكريه لريف ادلب الشرقي وريف حلب، تستمر الفصائل المقاتله هنا في ريف ادلب الشرقي برفع السواتر وحفر الخنادق وبناء التحصينات والتجهيز لصد اي عمل عسكري او محاوله تقدم لهذه الميليشيات. بس النظام لحد الان ما سحب ولا قطع من سلاح الثقيل بالعكس زاد العدد من السلاح الثقيل وفي ست... مثل ما احنا شايفين فتره اخيره يعني قصف على المدنيين جرجناز وحاليا صار صار كم يوم على الخان وغيره وغير هيك يعني النقاط يوميا بشكل يومي خروقات للنظام كمان قصف على النقاط و وللمواقع الاخوي عندنا بالجبهه الوطنيه في تنسيق عليه الحمد لله رب العالمين اي امر بيصير على النقاط المجاوره لنا كجبهه وطنيه ولا غيره مباشرة في التواصل معهم والحمد لله يعني في تنسيق عالي جدا جدا برابطين على الجيش الاسد والحمد لله يعني ثابتين باذن الله لن لنا شعر باذن الله ثابتين بارضنا وكل يوم الجيش بيحاول يتقدم والحمد لله بنصده لحنا بعد ورود معلومات أن النظام السوري يقوم باستخدام تعزيزات عسكرية له قامت الجبهة الوطنية بدورها باستخدام مزيد من التعزيزات العسكرية وزيادة إجراءات التحصين والتدشين فقاموا بحفر الخنادق ورفع السواتر ورفع الجاهزيات على كافة القطاعات من أجل صد أي محاولة تقدم لهذا النظام بمعدات الحفر الخفيفة والثقيلة وبمعدات التدشيم تعمل الفصائل المقاتله على تحصين نقاطها في ريف ادلب الجنوبي الشرقي تجهيزا لصد اي محاوله تقدم لميليشيا النظام على هذا المحور وغيره من المحاور محمد الفيصل اورينت نيوز ريف ادلب الجنوبي الشرقي